السلام عليكم. النهارده هنعرف معلومات هامة جدا على الأجهزة الكهربائية، هتخليك تحافظ على كل الأجهزة وتخليها لأطول عمر. لو عايز تحافظ على أجهزتك كمل معانا الفيديو للآخر. أول حاجة، ما ينفعش تحط التلاجة خالص جنب البوتاجاز، في التلاجة جنب البوتاجاز غلط. تاني حاجة، ركن التلاجة لفترات طويلة من غير تشغيل غلط. تالت حاجة، ما تفصلش التلاجة بالفريزر طول الليل لتوفير الكهرباء، بالعكس كده استهلاك الكهرباء أكتر. رابع حاجة، ما تحطش الغسالة في الحمام. خامس حاجة، ما تحطش البطانية في الغسالة، هتزعل عليها جامد. سادس حاجة، ما تسيبش الغسالة شغالة وانت بره البيت. وسابع حاجة، لو الغسالة بتعمل صوت افصلها فورا واتصل بالصيانة. تامن حاجة، ما تحطش الشاشة تحت المكيف. تاسع حاجة، لابد أن تحسب قدرة المكيف على مساحة الغرفة للحفاظ على المكيف وتوفير في الطاقة. لو سافرت ورجعت بالسلامة، حرك ريشة المروحة بإيدك قبل التشغيل. حاجة رقم 12، لو عندك سخان كهربائي ولاحظت ان المياه السخنة بتنزل مكان البلد، اتصل بالصيانة فورا لتغيير الشيك بألف لتجنب المخاطر. املأ المياه في الكتل بقدر حاجتك لتوفير الطاقة والحفاظ على الكتل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.